الضرر الشنطة كده. يعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي على دراسة مباريات الداخلية الأخيرة لدراسة نقاط القوة والضعف للظفر بال3 نقاط والمباراة التي تحسم بقاء الفريق في الدوري بشكل رسمي، خاصة إن الداخلية أحد أندية الصراع. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الداخلية المقرر لها 8:30 مساء الاثنين المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصري. وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبي الداخلية في الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولين العرب في المباراة الأخيرة والتي خطف فيها نقاط المباراة التي أحيت آماله في البقاء في الدوري. وطالب مدرب الإسماعيلي اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاث وضمان البقاء وإسعاد الجمهور الذي لا يتوانى في دعم الفريق في أي مكان. وفي سياق آخر، تتمسك اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بإسناد مباريات الفريق المتبقية أمام الداخلية والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم إلى حكام دوليين نظرا للوضع الحساس الذي يعيشه فريق الدراويش في جدول المسابقة. وطلب الإسماعيلي بوجود حكام دوليين في مبارياته القادمة مع الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات الأسبوع 33 من بطولة الدوري، خاصة بعدما شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي أخطاء أثرت على نتيجة المباراة وفقا لبيان الإسماعيلي الذي صدر بعد المباراة. وأكدت اللجنة الثلاثية أنها لن تخوض أي مباراة يكون حكامها ليس دوليين، لذلك تتمسك الإدارة بطلبها وترجو من لجنة المسابقات مراعاة موقف الأندية التي تصارع على الهبوط إلى القسم الثاني.